يمكن لحمض البطن أن يذيب شفرة الحلاقة، وكأن الأمر ليس بالأمر المهم. يمكن لبعض طيور البطريق أن تتفوق على طولنا نحن البشر تماماً، ومن المحتمل أن تقوم بتحويل جرة من زبدة الفول السوداني إلى خاتم ماسي هزاز لطرح السؤال على صديقك. يبدو ذلك مجنوناً؟ حسناً، كل هذا صحيح. إذا كنت متشوقاً لمزيد من الحقائق مثل هذه وتريد أن تعرف لماذا يشكل البسكويت المالح خطراً على الأسنان أكثر من الأطعمة السكرية، فابقى على اطلاع. تصبح المراتب أثقل بمرور الوقت. أثناء نومنا تمتص مراتبنا جميع زيوت البشرة والعرق والدموع. نعم، أنا أيضاً أبكي في الليل، وهذا يخلق بيئة مثالية لنمو عث الغبار والفطريات والبكتيريا. على مدى 5 سنوات قد تجمع مرتبتك ما يصل إلى 500 لتر من سوائل الجسم. الجلد الميت هو عامل كبير آخر لزيادة الوزن أيضاً. مع تساقط 1.5 مليون من خلايا الجلد كل ساعة، تتراكم هذه الرقائق وتصبح وليمة لعث الغبار. يمكن أن تكون المرتبة المتوسطة المستخدمة موطناً لما يصل إلى 10 ملايين من هذه المخلوقات. قهوتك المسكوبة تجعل مرتبتك أثقل أيضاً. طبقات الرغوة الموجودة في المرتبة تحبس السائل وتزيد من وزنه. إذا كنت تعرف الآنسة بيجي من برنامج The Muppets أو يودا من حرب النجوم، فستتعرف فوراً على أصواتهم الفريدة. من الصعب تصديق أن لديهم أي شيء مشترك، أليس كذلك؟ حسناً، فرانك أوز كشف السر في مقابلة له في عام 2021. بدءاً من برنامج The Muppet Show وشارع سمسم، أعطى فرانك الحياة لشخصيات مثل الآنسة بيجي وكوكي مونستر وغروفر والمزيد. ثم غامر في المجرة البعيدة ليعطي صوتاً ليودا، وابتكر حتى طريقة الكلام الشهيرة لهذا الكائن الفضائي. لنفترض أنك قررت الانتقال إلى الجانب الصحي وبدأت في تناول أعواد الجزر بدلاً من الوجبات الخفيفة المعتادة وغير الصحية تماماً، وفجأة ألقيت نظرة خاطفة على نفسك في المرآة وأدركت أن بشرتك ذات لون برتقالي خفيف. ماذا قلت الآن؟ لا، أنت لا تحلم. كل هذا البيتا كاروتين الموجود في الفواكه والخضروات البرتقالية يمكن أن يمنح بشرتك توهجاً مؤقتاً، لكن لا تقلق، فقط قم بتبديل وجباتك الخفيفة وسوف يتلاشى مظهر أومبا لومبا في أي وقت من الأوقات. يعتقد بعض الناس أنه لا يوجد شيء اسمه تناول الكثير من الثوم، وهم على حق. لتجربة عملية ممتعة، حاول تذوق الثوم من خلال قدميك. تدعي الجمعية الكيميائية الأمريكية أن ذلك ممكن تماما. قطع قطعة من الثوم، ضعها في كيس، ضع قدميك العاريتين بداخله وانتظر. بفضل مركب يسمى الأليسين، سوف ينتقل الثوم عبر الجلد إلى الفم والأنف. يتشارك الأطفال التوائم المتماثلة في رابطة خاصة، حيث يعتبرون أبناء عمومة وأخوة غير أشقاء. ترجع هذه العلاقة الفريدة إلى التشابه الجيني بينهم، فهم يرثون حمضاً نوويًا مشابهًا من والديهم التوأم المتطابقين، في حين أنهم أبناء عمومة من الناحية القانونية، إلا أنهم من الناحية الوراثية يشبهون الإخوة غير الأشقاء. في الواقع يتشاركون حوالي 25% من الحمض النووي الخاص بهم، أي ضعف الكمية التي يتقاسمها أبناء العمومة العاديون، وهذا يجعلهم أكثر ارتباطاً وراثياً من أبناء العمومة النموذجيين، ولكن ليس أقرب إلى الأشقاء الأشقاء أو التوائم المتطابقة. ظل رجل في الولايات المتحدة يعيش على 20 حبة بطاطس يومياً لمدة 2 شهر. أراد كريس فويغ من لجنة البطاطس بولاية واشنطن أن يوضح أن البطاطس ليست مجرد مجموعة من الكربوهيدرات، ولكنها في الواقع مفيدة لك. قد تظن أن تناول البطاطس بمفردها قد يجعلك تكتسب بعض الوزن الزائد، لكن كريس تخلص من بعض الوزن وخفض نسبة الكوليسترول لديه بدلا من ذلك. بالمناسبة، من الناحية النظرية يمكنك حتى البقاء على قيد الحياة عند تناول الفطائر والزبدة فقط. البطاطس ليست رائعة فقط على الأرض، بل جعلها العلماء رائعة في الفضاء أيضا. إنها أول نباتات يتم زراعتها خارج الأرض. في أوائل 90ات تم إجراء تجربة لزراعة البطاطس في الفضاء، هدفت الدراسة إلى فهم كيفية تأثير ظروف الجاذبية الصغرى على نمو البطاطس. تم اختيار البطاطس بسبب قدرتها على الصمود في ظروف مناخية مختلفة وقدرتها على الازدهار في الظروف القاسية. نحن بحاجة إلى أن يكون حمض المعدة حمضياً للغاية حتى نتمكن من تحطيم جميع الأطعمة التي نتناولها. إنها قوية جداً لدرجة أنها يمكنها إذابة بعض المعادن. على سبيل المثال، تذوب شفرات الحلاقة في حمض المعدة بسرعة كبيرة،
وبعد 24 ساعة اختفوا بالفعل بنسبة 63%. يمكن أن تنكسر الشفرات ذات الحدين خلال 15 ساعة، بينما تختفي الشفرات ذات الحدين خلال ساعتين فقط. البطاريات آمنة، لكن العملات المعدنية لا تتعرض للخدش. من الجيد أن معدتنا تحتوي على طبقة واقية من المخاط والبايكربونات للحفاظ على كل شيء تحت السيطرة. السبب الذي يجعلنا أطول في الصباح منه في الليل هو الأقراص الفقرية الموجودة في العمود الفقري لدينا. تتكون هذه الأقراص في الغالب من الماء، وعلى مدار اليوم يتم زحكها بسبب كل الانحناء والالتواء الذي نقوم به. ولكن عندما ننام يحصل العمود الفقري لدينا على فرصة للاسترخاء، وتمتص الأقراص المزيد من السوائل مما يجعلنا أطول قليلا في الصباح. لقد وجد العلماء أن هناك فجوات كبيرة جدا بين أدمغة البالغين وأدمغة المراهقين. أحد اللاعبين الرئيسيين في لعبة الدماغ هذه هو قشرة الفص الجبهي. يتعامل هذا الجزء من الدماغ مع أشياء مهمة مثل اتخاذ القرار والتحكم في الاندفاعات، لكنه لا ينضج بالكامل حتى تصل إلى العشرينيات من عمره. لدى البالغين قشرة الفص الجبهي الخاصة بهم على قدم وساق، مما يساعدهم على اتخاذ خيارات ذكية والتفكير في الأمور. من ناحية أخرى، قد يكون المراهقون أكثر ميلاً إلى السماح لمشاعرهم بتوجيه قراراتهم. إذا ابتسمت لك بقرة فسوف تتعرض لصدمة، فهي لا تملك حتى أسناناً أمامية علوية. وبدلاً من ذلك لديهم وسادة أسنان خاصة تساعدهم على مضغ العشب مثل المحترفين. عندما يتعلق الأمر بالمضغ، فإن الأبقار تعتمد على العلم. لديهم قواطع حادة في أسفل أفواههم لقطع العشب، وأضراس في الخلف لطحنها بالكامل. كل شيء يعمل بسلاسة مثل محضر طعام عالي الجودة. اكتشف الباحثون نوعا من طيور البطريق عاش قبل 37 مليون سنة، وكان من الممكن أن يكون بطول معظم البشر. يبلغ طول هذا البطريق العملاق المعروف أيضا باسم البطريق العملاق مترين من أخمص القدمين إلى طرف المنقار، ويصل وزنه إلى 115 كيلوغراما. ولوضع ذلك في الاعتبار، يبلغ طول أكبر بطريق موجود اليوم البطريق الإمبراطور 1.1 مترا فقط، ويزن ما بين 23 إلى 45 كيلوغراما. وقد عثر الباحثون أيضا على أطول عظمة مندمجة في الكاحل والقدم وأجزاء من عظم الجناح من هذا النوع القديم. بفضل بنيتها الأكبر حجما، تمكنت طيور البطريق العملاقة هذه من الغوص تحت الماء لفترات أطول تصل إلى 40 دقيقة للبحث عن الأسماك. في كل عام يلتقط الأشخاص حول العالم حوالي 1.8 تريليون صورة، أي حوالي 57 ألف صورة يتم التقاطها في الثانية، أو ما يصل إلى 5 مليارات صورة يتم التقاطها يومياً. في هذه الأيام نلتقط صوراً كل دقيقتين أكثر مما تم التقاطه في القرن 19 بأكمله. تشيز. في سنغافورة أعطى الباحثون صراصير سايبورغ جولة في الصحراء لتجربتها للقيام بمهام البحث والإنقاذ على الطريق. اتضح أن فريقاً مكوناً من 20 صرصوراً مزيناً بحقائب ظهر للكمبيوتر يمكنه في الواقع العمل معاً كسر. وتمكن العلماء من توجيه الصراصير عن طريق إرسال الأوامر عبر حقائب الظهر، وذلك بفضل خوارزمية جديدة رائعة توصلوا إليها. يمكن أن تحدث هذه الحشرات عالية التقنية تغييرا حقيقيا في قواعد اللعبة في حالات الكوارث عندما يتعلق الأمر بالتعرف على الناجين. ما هو القاسم المشترك بين زبدة الفول السوداني وخاتم الخطوبة؟ كلاهما يحتوي على الماس. لقد تعلم العلماء كيفية تحويل زبدة الفول السوداني إلى الماس. لقد استخرجوا الأكسجين من ثاني أكسيد الكربون وحصلوا على الكربون، ثم وضعوه تحت ضغط شديد ليشكلوا الماس في النهاية. بسكويت أوريو ذو الحشوة المزدوجة ليس مزدوج الحشوة في الواقع. قام مدرس الرياضيات دان أندرسون بوزن 10 قطع من أوريو العادية، وعشر قطع من أوريا ذو الحشوة المزدوجة، وعشر قطع من أوريا ميجا ستاف، وخمس قطع من الويفر، واتضح أن أوريو ذو الحشوة المزدوجة يحتوي على 1.86% من الحشوة فقط. في المرة القادمة التي تتخلى فيها عن حلواك المفضلة بسبب خوفك من التسوس، فكر مرتين فيما تستبدل تلك الحلوى به. البسكويتات أكثر ضرراً لأسنانك من السكر. ليس السكر هو الذي يسبب تسوس من الأسنان، بل الحمض. البسكويتات اللزجة تنتج هذا الحمض، إنها بيئة جيدة للبكتيريا ستتغذى بين أسنانك. الماء شيء لا يمكن أن يفسد، لماذا إذن توجد تواريخ انتهاء الصلاحية على زجاجات المياه؟ لا يشير تاريخ انتهاء الصلاحية الموجود على المياه المعدنية إلى الماء،
بل يتعلق بالزجاجة التي يمكن أن تنتهي صلاحيتها بالفعل. المشكلة هي أنه مع مرور الوقت يبدأ تسرب بعض المواد الكيميائية غير الآمنة تماماً،